أعزائي الكرام، نرحب أجمل الترحيب ونشكر لكم اهتمامكم بحضور هذه الأمسية، أمسية السيدة الفاضلة والإعلامية المتميزة سلوى الجراح التي خدمت نقول الشرق الأوسط المستمعين العرام على مدى 25 عام. قدمت عصارة جهدها وأفكارها، قدمته لمستمعيها في كل أنحاء العالم وليس في العالم العربي فقط. الست سلوى الجراح لها عدة روايات، وطلبت منها بأن تقدم روايتها الأخيرة هنا إليكم أيها الكرام، ومن ثم يعني يجري نقد أو يجري نقاش حول هذه الرواية. لا أريد أن أستبق الأحداث وأستبق عزيزي الأستاذ عواد ناصر، أنتم وفيكم من هو الناقد وفيكم من هو الكاتب والشاعر والمتذوق للقصص، ستساهمون كلكم معنا جميعا في مناقشة أو في الاستماع إلى نقد الأستاذ عواد، ومن ثم ما تتفضلون وتجولون به. سلوى الجراح مسكونة في العراق، همها عراقي أكبر من أي هم آخر، عاشت وتربت في العراق وخرجت من العراق، لكنها لم تنسى ولن ينساها العراق، فقدمت ما قدمت. وأعتقد أن كل واحد من الحضور العزيز هنا شغوف بأهله وبوطنه. الرواية الأخيرة تتعلق باللاجئين العراقيين في بريطانيا. طبعاً ست سلوى أحضرت عدد من الروايات موضوعة في الاستعلامات، سعر الرواية 10 باونات. ريع هذه الرواية سيكون لإحدى المدارس في العراق، وشراء كتب لمكتبة إحدى المدارس في العراق واللي نتمنى منكم أن تساهموا في بناء مجتمعنا العراقي من خلال هذا الجهد الطيب الذي ستقدمه أو قدمته في روايتها الست سلوى الجراح. أرجو من الكرام أن يقفلوا الموبايل، يضعوها على السايلنت بأي طريقة من الطرق. عواد ناصر أيضا كيف أقدمه وهو العزيز الغالي باحث وكاتب، حقيقة العفو قصصي وكاتب وأديب. عواد ناصر عشنا زمنا طويلا، أقول مسكون بالعراق هو العراق على كل حال. تفضل. مساء الخير. في البدء نشكر دار السلام التي دأبت منذ تأسيسها على إتاحة مثل هذه الفرص الثقافية الحوارية ودعم النشاطات الأدبية والثقافية. أعتقد صوتي يعني كل شيء صوتك حلو. لا لو غني شلون؟ وأشكر على وجه الخصوص الصديق غانم جواد على هذا التقديم الرائع، وأود التصحيح، أنا لست بناقد ولست بقاص، إنما أنا قارئ، يعني أنا طبعا شاعر ولكن أتدخل بالثقافة قدر ما يتعلق الأمر
بقراءتي وتذوقي وحساسيتي الخاصة أزاء الكاتب والكتاب والقراءة والكتابة. وهنا أزعم أنني سأقدم بعض الملحوظات النقدية ربما حول رواية سلوى الجراح الرابعة التي هي بلا شطآن. ترسم الكاتبة والإعلامية سلوى الجراح روايتها وفق مثلث ساقاه القائمتان الوطني والمغترب لترتكزا على قاعدته التي هي الحنين. لا تسير الذاكرة الروائية لدى الجراح على خط مستقيم، وهذا إحدى فضائلها، فثمة لعبة ذكية تشرك قارئها فيها تعتمد تدوير الزمن الروائي. عندما تستعيد الروائية الحدث، المشهد، السرد زمنياً لتكتبه مجدداً مع الإبقاء على منطلقه الأول كما سأبين بعد حين. أرادت الجراح في روايتها بلا شطآن الصادرة مطلع العام الحالي عن دار المدى أن تقدم رواية خاصة للعراق وللعراقيين وهم يكابدون حزنهم الأبدي الذي فاض كما دجلة بلا شطآن، كما جاء في الإهداء الذي تصدر الرواية يقول: إلى بغداد ودجلة وكل أهلي وأصدقائي في العراق. ثلاث نساء عراقيات، إحداهن جمانة من أصل فلسطيني لكنها تعد نفسها عراقية بالنشأة والمعاناة والحلم، يبحثن في وطن الأحلام. واحدة انتهى بها مطاف العمر في أرضه، وواحدة تبكي كلما ضاع من أرضه، وواحدة لم تعد تبحث عن شيء في أرضه. وكأن أحلام وأحزان النساء الثلاثة كل يسير في خط خاص وفق مسار شخصي يغني تنوع الشخصيات وافتراقها، رغم ما يربط بينها من خيوط وأواصر وثيقة الصلة بالغياب الذي هو لحمة السرد وسداء. ثلاث نساء يعشن الغياب مركبا، مرة يأتي عاما غياب الوطن مكانا للوجود الإنساني الأول بكل ما يزخر فيه من مكونات وشرفات وشوارع وأرصفة وبيوت وعلاقات اجتماعية، وغياب بشر حميمين أفضت بهم الأحداث إلى مصائر فاجعة وأكثرها فجائعية هو موت خلود إحدى النساء الثلاث بعد عودتها إلى العراق من لندن حيث تقيم لتستعيد ما غاب، لكنها ذهبت ضحية عبوة لاصقة لتكون هي الضحية الوحيدة في ذلك الانفجار، لكأن الموت قرين الوطن. تأخذ الجراح بيد قارئها إلى مكان كمين لأنها سرعان ما تتركه في منتصف الطريق، لكنها لا تتركه هناك بل تعود إليه لتعود به كي تكمل الحكاية الناقصة. وهذا فعل سردي كثيرا ما يتكرر في المشهد الواحد لأكثر من مرتين أو ثلاث، كل مرة ثمة وقائع جديدة ومعلومات إضافية يتشبعها المشهد الحدث الذي تمسك الروائية بتلابيبه وهي تهمس بإذن قارئها: لا، الحكاية لم تنتهي عند هذا الحد. جمانة تعود هي الأخرى إلى بغداد، ولكن ليس زائرة أو عائدة أو سائحة، بل لتحضر جنازة صديقتها خلود، ولكنها تعود من دون زوجها والكاتب تاجر السجاد الذي توفي في لندن قبل أن يتوصل إلى أي إجابة بشأن وطنه الذي فارقه منتصف السبعينات وهو مثقل بالحيرة أزاء وطن لم يتبقى منه سوى أوهام. أما بلقيس ثالثة النسوة البطلات فتركت في العراق وديعة لا يمكن استرجاعها بأي حال من الأحوال. ولدها علي الذي قتل في العراق أثناء انسحاب الجيش العراقي من الكويت لتهاجر إلى بريطانيا لندن مع زوجها عبد القادر، لكن صورة علي في قلبها أو على الحائط ببدلته الشكلي هي صورتها التي بقيت هناك مدفونة في تراب المكان الأول، صورة يستحيل استرجاعها. تكتب الجراح وهي في أشد حالات الشغف
كاتبة ترد الجميل لوطن، وهي التي فقدت وطنين، وطن الآباء فلسطين لتقيم في العراق الذي ستفقده هو الآخر. فالغياب هو لحمة السرد وسداه كما قلت، فشيء منها في شخصية جمانة لكنها ليست هي، وفيها من بلقيس حزنها وانتظاره الذي بلا طائل، ومن الخلود تطلعها وإصرارها على التعلم وتحدي المكان الغريب لندن، وقد تولت دور الحارس الأمين لشخصياتها رجالا ونساء، وصارت معهم يدا بيد وقلبا لقلب في دروب الوطن والمغترب، ليبلغ الجميع نقطة الصفر، غربة في الوطن ووطن في الغربة، وكلاهما ليس سوى ذاكرة عراقية. شكرا. شكرا عواد، وأشكر حضوركم جميعا. أريد أن أقول شيئا، هذه الرواية عملت عليها لمدة سنتين، وأعترف أنني كنت خائفة. أنا أذكر في هذه الرواية حادثة لجمانة. جمانة هي الشخصية التي هي من أصل فلسطيني كما ذكر الأستاذ عواد. حين ذهبت إلى المدرسة وقيل لها نزل ويدبج، وحصلت مشكلة بينها وبين الطالبة التي قالت لها هذا الكلام، وانتهى بهما الأمر عند مديرة المدرسة. ترددت طويلا ماذا أكتب عن العراق، هذا البلد الذي أحبه ولم أعرف وطنا سواه ولا أحتاج إلى وطن سواه. خفت أن أقول كل ما أريد أن أقوله، ثم قررت أن أكون عراقية وأن أتكلم عن بلد أنا أراه، يعني هذه وجهة نظري أنا، قد تكون لا يوافقني عليها الآخرون. أصبح في نظري بلا شطان، دجلة يجري كما يقول عادل النعماني، أصبح يجري بلا شطان. الرواية كما قال الأستاذ عواد هم ثلاث شخصيات نسائية، جمال وبلقيس اللاتي عرفنا بعضهن منذ أيام الصغر، منذ الشباب المبكر في بغداد، وخلود، وكل واحدة تزوجت رجلا، أيضا عبد القادر ورضا اللي هو زوج جمانة أيضا أصدقاء منذ الشباب المبكر. كي لا أطيل عليكم في الحديث، أريد أن أقول نقطة واحدة فقط ثم أقرأ شيئا من كتابي. الكتاب يدور في حياة الطبقة المتوسطة في العراق، وهذه أحيانا قد تكون إشكالية لأنه لا يفيض من الحديث عن الطبقة المتوسطة شيء ليغمر الطبقات الأخرى، وإنما ينحصر في هذه الطبقة. أنا أعترف أن هذه الطبقة هي ما أفتقده أنا الآن في العراق، هي طبقة ناس تتعلم وتبذل جهد في أن تتعلم، يصبح طبيباً أو مهندساً أو محامياً أو تاجراً، ثم تأتيه الأشياء من الحياة بشكل تدريجي. هذا الشيء نسوه الكثيرون في العراق. أصبح الآن أستطيع أن أغسل أموال أو أعمل مع الأمريكان أو أفعل كذا أو أفعل كذا وأحصل على ثروة طائلة في زمن قصير جدا. هذه الطبقة هي التي بنت العراق، هذه الطبقة التي جاء منها الكثيرون الذين جعلوا العراق في يوم ما كان العراق لديه واحدة من أفضل الجامعات في العالم العربي. الطبيب العراقي ما زال لحد اليوم من أفضل الأطباء العرب الموجودين في مستشفيات لندن، وحين ندخل إلى أي مستشفى نجد أسماءهم المختصون، يعني أطباء لديهم اختصاصات موجود على مدخل المستشفى. إضافة إلى وزير الصحة السابق كان عراقي لو دارسي. إضافة إلى ذلك، دعوني أعرفكم على شخصياتي. لنبدأ بجمانة. حين تركت البيت الكبير في بغداد ظلت أياما تبكي، كانت دموعها تنهمر هكذا دون ما سبب محدد، إن أرادت الحديث في أي موضوع يتهدج صوتها وتنهمر دموعها. كانت تسمع صوت الأبواب حين تغلق أو تفتح، وترن في أذنها وسوسة الستائر الحريرية في الصالون الكبير، تحس ملمس الأشياء، غطاء فراشها والأسطح المرمرية لخزانة المطبخ،
وملمس الخشب الذي يغلف بعض الجدران، وتملأ أنفها رائحة الغرف والنباتات المنزلية التي تحبها. أحست أنها كررت هجرة أهلها من فلسطين، فقد جاءت مع رضا والأولاد إلى عالم جديد، إلى عالم كان عليها أن تقرأه وتكتبه وتتعلمه كما يتعلم الأطفال القراءة والكتابة والحساب. كل شيء كان مختلفاً عن كل ما تركت وراءها، وكل ما تركت وراءها كان يشدها إليه ويملأها بالأسى. أحياناً كانت تشعر أنها نسيت بعض التفاصيل عن الحياة الماضية في خضم انشغالها في حياتها الجديدة، ثم تجد أن كل ما في ماضيها الذي تحب ما زال مخزوناً بعناية في الذاكرة، الشخصيات والأحداث والمعالم. كانت تغلق عينيها فترى الشوارع والجسور والأسواق، ترى وجوه الناس، وجوه الصديقات والأهل والجيران، تسترجع التفاصيل الصغيرة، بغداد بكل ما فيها، سني الشباب الأولى وبيت أبيها. بلقيس صديقتها التي كما قلت كانوا يعني قضوا شبابهم مع بعض وكانوا جيران، بلقيس فقدت ابنها في حرب الخليج الثاني. حين جاءت إلى لندن حاولت أن تعتاد غربتها، أن تعيش في مكان لا تعرفه وتعايش عالماً لا تفهمه مع أناس بالكاد تفهم لغتهم. زارت لندن قبل ذلك بضع مرات، كانت تأتي للسياحة، تتجول في الأماكن وتتبضع من الأسواق، ولكن حين جاءت للسكنة والاستقرار وجدت نفسها مرغمة على الاعتياد على المكان الغريب، لا لمجرد التجوال في الأسواق وإنما لممارسة كل متطلبات وتفاصيل الحياة اليومية. كان عليها أن تعتاد الشارع والبيت والسوق والمدرسة والحديقة، أن تفهم أسلوب الحياة الجديدة هذه، وأن تحسن التعامل مع الناس الجدد، وأن تبذل من أجل ذلك جهداً نفسياً كبيراً. رضا وجمانة كان يقولان بين الجد والهزل: صير إنجليزية كي تعتاد الحياة هنا. في البداية استهجنت الفكرة، ثم وجدت نفسها تدريجيا تتحول إلى إنجليزية، إنجليزية من نوع فريد، إنجليزية عراقية أو عراقية أنجلزة. كان عليها أن تتعلم أشياء كثيرة وتعتاد أمورا أخرى بسرعة أكبر كي تتمكن من ممارسة الحياة اليومية. مع انقضاء العام الأول بدأت تشعر أنها قد استوعبت ما يكفي لاستمرار حياتها الجديدة براحة ويسر، ثم علمت نفسها أن تنسى أو تتناسى سنية الحياة التي عاشتها في العراق، سنية الخوف والحزن والعذاب اليومي بين حربين عاشت خلالهما عذابها وواكبت عذاب الناس من حولها. رأت الطائرات الحربية الإيرانية تأز فوق بيوت بغداد، كان الناس يصعدون إلى أسطح منازلهم يتفرجون على الطائرات الحربية وكأنهم يشاهدون عرضاً عسكرياً. هي لم تكن ترضى بذلك، كانت خائفة تتبع تعليمات الدفاع المدني. الحرب الثانية، حرب الكويت، كانت قاسية مدمرة، خسر فيها العراق الكثير وفرض عليه الحصار، أما هي ففرض عليها الحزن، جاءها من باب لا يمكن إغلاقه. عبد القادر اللي هو زوج بلقيس في بداية حياتهما في لندن كان يشعر بالضياع وبحنين جارف لبغداد، للأهل والسوق والتجارة، للأصحاب، للحديث باللهجة العراقية، لرائحة الطعام، للشارع، لوجوه الناس، الناس الذين يعرفهم. كان يشكو لرضا صديق عمره فتصير الشكوى تشاكيا، كان يجلسان يتحاوران ويتذاكران. رضا كان يرفض أن تتغير الصورة التي رسمها في مخيلته للعراق، هو كان أكثر واقعيا، كان مدركا تماما أن العراق تغير وأن عليه أن يجد حياة جديدة. تشاغل بالعمل وبالبحث عن بعض الصحاب الذين سبقوه إلى الحياة اللندنية. بعد السقوط، بعد أكثر من 10 سنين من الغربة، قرر أن يقوم بزيارة للبلد الذي عذبه البعد عنه طوال تلك السنين. ذهب مع بلقيس إلى بغداد، دخل العراق من الأردن، ظلت بلقيس تردد: إيه بلدنا، خلينا نشوف شنو صار بي.
بعد أسبوعين عاد إلى لندن. أحس أنه اشتاق لها، اشتاق للندن. ردد ما يقوله الإنجليز وهو يرى معالمها من نافذة الطائرة، home sweet home. سأل نفسه مرات ومرات، هل تزداد عراقيته أم تنقص حين يكون خارج العراق؟ خجل من الجواب. رضا، رضا تبدأ الرواية وقد مات. بلقيس حزين عليه من الصفحة الأولى، لكنه موجود في الرواية. كم حكى رضا الحكاية وأعادها مرات ومرات، كان أحياناً يضيف تفاصيل لم يذكرها في المرات السابقة. كان يقول ضاحكاً: اسمعوا حكاية اللقاء بين رضا الكاتب وصبوح الصفدي. صبوح الصفدي هو والد جمال، وذهب ليخطبها لكن والدها كأي فلسطيني كان يصر أن تنهي تعليمها قبل أن تتزوج. حين أخبر عبد القادر يومها بما ينوي أن يفعله، أن يذهب وحده إلى لزيارتهم، صاح فيه: أنت مخبط؟ لا لا، صدق مخبط، ولك شلون الدباب هم بدون موعد مسبق؟ والله والله راح يطردونك من الباب. كان بلا شك عمل المجنون خارجا عن الأعراف والتقاليد والأصول، لكن الحياة لا تستقيم أحيانا من دون لحظة جنون حقيقية. ثم أهو حقا ضرب من الجنون أن يذهب إلى الذي يملك أن يسعده أو يتعسه، إلى الذي يستطيع أن يحييه أو يميته، ليطلب منه فسحة من الأمل وبصيص نور في الظلمة التي زحفت على دنياه. يريد أن يقول: أنا الذي يريد أن يتقدم لجمانة، أنا الذي يحبها ولن يتخلى عنها، أنا الذي لا يطيق الحياة بدونها، أنا الذي حاولت أن أوسط الناس بيني وبينك دون جدوى، لذلك قررت أن آتيك بنفسي وأسمعك صوتي، أنا الذي رهنت كل أحلامي وسعادتي بكلمة منك. حين جلس في الصالون أحس أنه يعرف المكان بكل ما فيه من أثاث ولوحات، ويعرف بالضبط ما سيقوله لصبوح الصفدي. أحس أنه قادر على إنجاز مهمته بنجاح. أحس أنه سيحسن الكلام وسيقنع صبوح الصفدي ويفوز بحبيبته. بعد لحظات بدت طويلة ثقيلة، دخل والد جمال الغرفة. أحس أنه يعرفه، فابتسامته تشبه ابتسامتها. صافحه وجلس قبالته وهو يقول: أهلا وسهلا يا أستاذ رضا. عاد يقول: شاي أم قهوة؟ أجاب رضا بدون تردد: قهوة قهوة. كان يريد أن يقول: أنا لست غريبا، أنا أيضا أحب القهوة، رغم أن المشروب المفضل للعراقيين هو الشاي. لكنه حين حكى ذلك لجمانة فيما بعد ضحكت منه طويلا وهي تقول: تعرف أبويا يشرب الشاي من معون الاستكان. أبي من عشاق الشاي العراقي، وشرب الشاي ساعة العصر في بيتنا تقليد يومي مهم، وظلت لسنين تتندر بحكاية الشاي والقهوة. عادل النعماني، عادل النعماني مصلاوي محامي، وكان لديه مكتب في حافظ القاضي. عادل النعماني جاء إلى لندن في أوائل الستينيات. حين ترك العراق وجاء إلى بريطانيا أراد أن يبدأ حياة جديدة مع خلود بعيداً عن أي منغصات، لأن أهله لم يرضوا بها. أراد أن يعيش تجربة الحضارة الغربية بكل أبعادها، الحضارة التي استهوته منذ صباه المبكر مع تكرار جولاته وزيارته للدول الغربية، الحضارة التي اكتشف جوانب كثيرة عنها من أدابها وفلسفتها وموسيقاها وفنونها. ومع ذلك كان يشعر بأسى حقيقي لأنه يترك العراق، لكنه كان يدرك تماماً أنه خياره الشخصي، فهو الذي قرر أن يعيش بعيداً عن وطنه. ربما أحس بالندم أحياناً على هذا القرار وافتقد ما ارتبط بسنين الصلة، لكنه في السنين التالية حين ترك آلاف العراقيين العراق مرغمين خوفاً وعوزاً، ووضع الآلاف منهم على حدود بلادهم وأجبروا على مغادرته بحجة أنهم لا يمتلكون الأوراق الرسمية التي تثبت انتماءهم للبلد الذي لم يعرفوا هم وأباؤهم وأجدادهم من قبلهم وطناً سواه. حس أنه محظوظ، محظوظ لأنه ترك العراق بإرادته طوعاً ولم يرغم على ذلك، تركه راضياً بحثاً عما يريد، وازداد إحساسه بالرضا عن النفس
لأنه حقق لنفسه النجاح وضمن لأسرته العيش الكريم وعلم ولديه أفضل التعليم. رضا كان دائما يردد نظرية المغايرة، كان يقول: يا أخي العراق بلد عنيف، كل ما فيه يتسم بالعنف، جباله شاهق، وديانه سحيقة، دجلة العظيم غضوب، إذا فاض أغرق كل شيء، هذا قبل أن يجف ماءه. مناخه قاسٍ، حر صيفه يذيب كل شيء حتى إسفلت الشارع، وشتاؤه إذا جاء شديد البرودة يقصقص، ومع ذلك اعتاد أهله كل هذا العنف والقسوة وأحبوه، بل تعلموا منه أن يحبوا بعنف ويكرهوا بقوة ويضحكوا من الأعماق. فالنكتة العراقية لا يضاهيها شيء في قوتها وعنفها وحدتها، ادغدغت من الأعماق وتتركك تضحك كلما استذكرتها. كان رضا يجلس بهدوئه المعتاد مبتسما ويقول: يا أخي بلدنا نحبه، بس المشكلة أنه من حكموه نسوا أن يحبوه ويحبوا أهله، ظلموه من أيام أبو جعفر المنصور وحتى اليوم. الشخصية الأخيرة خلود التي تقرر أن تذهب إلى العراق. خلود ذهبت إلى العراق بعد غياب 45 سنة. أحست بأذنيها تنغلقان، وضيئت لوحات ربط الحزام، تعال صوت المضيفة الحسناء: سيداتي سادتي، بدأت الطائرة الآن الهبوط التدريجي إلى مطار بغداد. ألصقت جبينها بالنافذة، رأت دجلة وهو يتعرج في التفافه حول بغداد، رأت الناس يتحركون حول شاطئي كرخ ورصافة، رأت البيوت، النخيل، الشوارع، المساجد. قاومت رغبة عنيفة بالبكاء، لكن مقاومتها سرعان ما انهارت وسالت دموعها، ثم بدأت تنتحب وتهمس. بغداد لف جسدها خدر متوتر، أحست أنها تتأرجح في مطب هوائي لا يتوقف، وهي تسير على أرض المطار متوجهة نحو باب المؤدي إلى بهو الوصول المسافرين. أحسن استقبالها وأسمعوها العديد من عبارات الترحيب عن معاملة دخولها إلى الأراضي العراقية في دقائق. التقطت حقائبها وسارت نحو باب الخروج، توقفت لحظة، دارت بعينيها بسرعة في الوجوه، تذكرت ما قالوه لها من أن الأهل لا يستطيعون الوصول إلى المطار لاستقبال ذويهم. هناك سيارة خاصة تنقل المسافرين إلى منطقة خارج حدود المطار. عادت تدور في الوجوه من جديد، رأت رجلاً يحمل بطاقة تقول: السيدة خلود النعماني. توجهت نحوه، ابتسم وهو يقول: الحمد لله على السلامة. جلست في السيارة، تساءلت كيف انقضت كل تلك السنين. الغريب أن العمر يمضي بنا من دون أن نشعر، تدور السنين حولنا تغيرنا شكلا ومضمونا، ونظل في غفلة عنها. عفوا. ثم ننتبه فجأة لما حل بنا، هي الآن إنسانة مختلفة تماما عن تلك التي تركت بغداد قبل 40 عاما. هي امرأة تعرف ما تريد، وإن أرادت شيئا سعت لتحقيقه. هي عراقية أبا عن جد، لكنها الآن وبعد كل هذه السنين لا تملك جواز سفر عراقي ولا هوية الأحوال المدنية. كل ما تملكه هو شهادة الجنسية العراقية التي تحمل اسمها خلود لطفي معروف، وصورتها مذ كانت في 16 من عمرها، إضافة لشهادة تعداد النفوس لعام 57. ستعود إلى العراق من دون أوراق عراقية رسمية، ستدخل بغداد بجواز سفر بريطاني يحمل فيزا عراقية، فيزا لدخول بلدها. لا بأس، المهم أنها ستعود بعد كل هذا الوقت. هذه هي شخصياتي الستة، ويمكن أشبه بيرنديلو بشيء ما حين يعني مسرحيته الشهيرة 6 شخصيات من تبحثها المؤلف. أريد أن أنهي بكلمة ذكرها الأستاذ عواد ناصر، ولكنها هي التي تختصر
هذه الرواية الكلم سطور. هن ثلاث نساء عراقيات يبحثن في وطن الأحلام. واحدة انتهى بها مطاف العمر في أرضه، وواحدة تبكي كل ما ضاع من أرضه، وواحدة لم تعد تبحث عن شيء في أرضه. هذه روايتي أضعها بين أيديكم وأنتظر أن أستمع رأيكم، فقد أصبحت ملككم. شكرا لكم. شكرا لهذه الأمسية اللطيفة والمؤسسة الحوار الإنساني على هذه المبادرة باختيار الكاتبات العراقيات خصوصا في ميدان الرواية. أرجع إلى الرواية. حقيقة حين أهدتني السيدة سلوى جراح روايتها الرابعة أربكتني قليلا. ذكرت فيها عراقي الذي أحب، أتمنى أن يلتقي مع عراقك. حقيقة أربكتني هذه الكلمة. منذ لحظتها قرأت العمل أكثر من مرة ولم أستطع أن أكتب سطرا واحدا عن هذا العمل، لأنه مربك لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه كتب بلغة تقريرية منبسطة مثل حال الشخصيات الستة التي تدور حولها الرواية. لم تستعمل الفذلكات، ولم تستعمل التفخيم، ولم تستعمل الاستطراد الغير لازم. الثانية هي أن هذا العمل استعاد حوالي نصف قرن من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي والثقافي بكل تقلباته وانعطافاته الحادة. النقطة الثالثة التي استوقفتني كثيرا هي عن الخيار. الجمانة اختارت عراقيتها، انتهت، كانت معرقة 100%، وما ملاحظاتها عن الحياة العراقية إلا تأكيد لهذا الخيار. شكرا جزيلا. أوكي. هو طبعا أكيد من الصعب أن يعني الجمهور يناقش رواية من خلال يعني فقرات قصيرة يعني تلقيها المؤلفة أو ملاحظات يعني يتناولها زميل. لذلك أنا أعتبر الأمسية في